جميلة. وين المدى هبدأ نقطة يا التحرير كان دواء لداء داعش ووباء جديد يسول ويجول في سنجار بين هذا وهذاك وينخر في جسد شعبها الذي ينتظر الفرج من ثقب خيمة في دهوك. الجميع يقول أنا حررتها، فيهمهم كثيرا أن ينسب لهم كلمة التحرير، ولا يهمهم لا سنجار ولا شعبها. ولسان حال الأحزاب يقول للسنجاريين يطبكم مرض. في ذكرى تحريرها الثامنة ما زالت تتنازع القوات العسكرية على أرضها، وتعود 100 عائلة لتحتضن الأرض بصراعاتها وبصنوف متعددة من العسكر. ومن تحت هذه الأرض يعلو صوت يقول ماذا عنا؟ من الذي سيحررنا؟ نحتاج الأكفان بكمية الصراعات. 8 سنوات على التحرير وسنجار كما هي، والتغيير هو أن أعداد القوات العسكرية أكثر من المدنيين. عسكرة وصراع تلو الآخر، حكومة عراقية نائمة وحكومة كردية غسلت أيديها من سنجار، وسنجار كطفل جائع يصيح بأعلى صوته فلا يستيقظ أحد لنجدته، وحتى المجتمع الدولي كالعادة يشعر بالقلق والأسف عليها. شعارات وأعلام، اتفاقيات وأقلام، المدينة مكتظة بالفوضى السياسية والعسكرية. السنجاريون أصبحت إحدى أهم أحلامهم أن يصبح فردا من عائلتهم عسكريا، حتى إذا كان بدفع الرشوة لمسؤول أو متنفذ لدى الأحزاب أو ربما رئيس عشيرته. مباني طينية يقطنها أناس بسطاء زرعوا سنجار كشجرة أمام البيت ويسقونها كل يوم. ضحى العشرات من الشباب بربيع عمرهم في سنجار، ولا تضحي أي جهة سياسية من أجل استقرار المدينة. فهناك من يريد أرض سنجار حتى إن كانت بلا شعب، وهناك من يريد أصوات سنجار ولا تهمه الأرض. فهل من المعقول أن تكون سنجار الجنة التي يبحث الجميع عنها؟ فهي لا القدس ولا كركوك ولا حتى قنديل.